السؤال اللي يطرحه الفلاح يعني هو سؤال مهم جدا، علاش البلاستيك الفلاحي او المستلزمات الفلاحيه المصنوعه من البلاستيك ارتفع الاسعار تاعها بطريقه كبيره يعني، ونتيجة للأزمة الموجودة في العالم سواء في المواد الأولية أو في أزمة النقل ارتفعت هذه المواد الأولية في الخارج، ما أدى بالضرورة إلى رفع الأسعار للمنتجات ولا المواد النهائية اللي من بينها البلاستيك الفلاحي ولا الخيوط الفلاحية ولا كل المستلزمات الموجهة للفلاحة. وبالضرورة راح يؤدي هذا الارتفاع تاع الأسعار تاع المواد الأولية المستعملة في المستلزمات الفلاحية إلى ارتفاع المنتجات النهائية ولا المحاصيل اللي راح ينتجها الفلاح، وهو مؤثر سلبا طبعا على القدرة الشرائية للمواطن. احنا كشركة بلاستيك الغلة بما أنه عندنا خبرة تفوق 10 سنوات في الميدان بحثنا وطورنا منتجات تتوافق مع الميزانية تاع الفلاح، بحيث أنه الفلاح عنده الاختيار إذا كان عنده استثمار وعنده ميزانية كبيرة يقدر يختار منتجات ذات جودة عالية أو يتدرج في الجودة حسب القدرة والميزانية تاع الفلاح. تقدم شركة بلاستيك الغلة امتيازات جد مهمة للتجار، حيث أنها تمول التجار وتساعدهم في كيفية في طريقة التسديد وكيفية التسديد، حيث توفر المعاملات وتدعم التجار في من ناحية البداية حتى النهاية أو جني المحصول بالنسبة للفلاحين. بين أهم ميز المنتجات تاعنا خاصة في البلاستيك الفلاحي يتوفر على مواد تحمي البلاستيك الفلاحي وتعطي له قوة شد بالنسبة للرياح اللي تكون في الطبيعة، بالإضافة أنه فيه مواد أيضا توفر توزيع عادل للضوء للنباتات بحيث أنه الإنتاجية تكون بوفرة وبقوة ويحافظ على النباتات من الأشعة اللي تكون خارج مضرة بالنباتات. فيما يخص تركيب شركة بلاستيك الغلة تتابع كل زبائنها فيما يخص الفلاحين، حيث دائما تسعى الشركة إلى تركيب كل منتجاتها ومتابعتها أثناء التوزيع وبعد الخدمة. من بين أهم المنتجات التي تنتجها شركة بلاستيك الغلة هو البلاستيك الفلاحي، ويحتوي على العديد من الأنواع والأصناف وكذلك الخيوط الفلاحية اللي يستعملها الفلاح في مختلف مراحل الزراعة من بداية التشتيل والبذر إلى غاية جني المحصول. من بين المنتجات الثانوية اللي نصنعها أيضا أنابيب الري والحنفيات للسقي بالتنقيط. الاستراتيجية تاع شركة بلاستيك الغلة أننا نسعى كشركة لتوفير جميع المستلزمات لترافق الفلاح منذ عملية البذر والتشتيل إلى غاية جني المحصول تاعه، حيث تسعى الشركة دوما لإيصال منتجاتها إلى كامل الزبائن عبر 58 ولاية، وذلك على حساب الشركة، علما أنه لا يتغير سعر المنتج أثناء التوصيل. الرسالة اللي نوجهها للفلاح من هذا المنبر أنه الخدمات اللي تقدمها شركة بلاستيك الغلة والمنتجات تاعها راهي توفر غلة وتوفر امتيازات بالنسبة للفلاح في الميدان الفلاحي. شركة بلاستيك الغلة متواجدة بجنوب ولاية سطيف ببلدية بئر حدادة. بلدية بئر حدادة يعني بلدية فلاحية بالدرجة الأولى، وأيضا أصبحت مختصة في إنتاج مختلف المستلزمات الفلاحية
وأصبحت أيضا قبلة لمختلف التجار والفلاحين من مختلف ولايات الوطن لاقتناء المستلزمات الفلاحية، باعتبارها نقطة ومنطقة من مناطق الظل. نوجه رسالة للمسؤولين وعلى رأسهم السيد والي ولاية سطيف بالالتفات والاستثمار في شعب هذه البلدية وهذه البلدية.